صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. حضرت اليوم حنكمل تحليل السوليد سلاب، وحنبلش اول شيء في الون واي سوليد سلاب. سابقا بالمحاضرات الماضيه تعرفنا انه في صنف السلاب السوليد سلاب او الريبد سلاب، وهو كيف طريقه انشائها في الموقع او تنفيذها في الموقع. السوليد سلاب هي عباره عن سقف من الحديد والخرسانه، هي عباره عن سقف مسلح من الحديد والخرسانه، لا يوجد اي فراغات، لا يوجد اي بلوك او اي اضاءه، بتكون مواد بناء اخرى. هلا اذا بنصنف السوليد سلاب، السوليد سلاب could be one way solid slab or two way solid slab. هلا كيف فينا نحدد اذا كانت السلاب one way or two way؟ تذكروا for the solid slab، لان المفروض هلا for the rectangularity ratio، او هو عباره عن اللونج لينث over the short length، اكبر من 2 فهو one way، اقل او يساوي 2 فهو two way. وايضا في المحاضره الماضيه، في المحاضرات الماضية تعرفنا كيف فينا نحسب التوتال لود أو التوتال ألتيميت لود أون أني سوليد سلاب، بحيث نحن إذا كنا نتحدث عن الديد لود أند ذا لايت أند ذا لايف لود، the maximum ultimate load هو W sub U equals 1.2 dead load plus 1.6 live load. هذا بالنسبة لحساب اللود، وقتها أخذنا هذا الشيء في المحاضرات الماضية. عرفنا انه في الون واي سوليد سلاب ون واي حينتقل اللود باتجاه واحد فقط، هل هذا اللود حينتقل مع الشورت دايركشن او مع اللونج دايركشن؟ وهو حينتقل مع الشورت حسب ما نحن شفنا بهذه المعادله البسيطه، او الريليشن بتوين ذا شورت لود اند ذا لونج لود، بحيث انه بيكون اللود ان ذا شورت دايركشن. فيك تاخذوا اني اكزامبل، بس شرط بيكون ون واي سوليد سلاب، انه اللود ان ذا شورت دايركشن هو اضعاف من اللود اوف ذا لونج دايركشن، واللود اوف ذا لونج دايركشن بالنسبه للشورت دايركشن بيكون قليل. حتى ان شاء الله لما نوصل على التو واي سوليد سلاب حنشوف انه حتى في التو واي سوليد سلاب اللود حينتقل في اتجاهين، لكن حتكون القيمه الاكبر في مع للشورت دايركشن وليس اللونج دايركشن. هلا لما نحكي ون واي سوليد سلاب، هلا إذا حينتقل اللود باتجاه واحد فقط. هلا بداية نحن as slab إذا بدنا نحلل أو بدنا نصمم، حنصمم slab this is the slab. حنصمم slab، حنصمم beams these are the beams، وحنصمم columns. معظم الأمثلة نحن في المساق بناخذها as indeterminate slab، أو هي أو بنفرضها as simply supported slab. كيف يعني؟ يعني لما نحلل أو بتكون just a one span. هنج سبورت بهذا الشكل. هلا ايش الاشياء اللي نحن بدنا نحللها؟ بس هلا بس اكتب لكم السلاب كتحليل او كديزاين، ذا بيم اند ذا كولم. هلا طريقة التحليل او طريقة التصميم تعتمد انه هذا السلاب او هذا البيم او هذا الكولم كيف بيتصرف انشائيا، يعني كعنصر انشائي، هل هو بيقاوم قوة شد؟ هل هو بيقاوم قوة على فرض ضغط؟ هل هو بيقاوم بعض بعد المومنت او الروتيشنز؟ هل هناك مقاومة داخلية؟ هلا مرة أخرى إذا بتتذكروا كنا نحكي إنه في عندنا external load وفي عندنا internal load. external أحمال خارجية، مثال عليها dead load، live load، snow load. الانترنال هي بتكون عبارة عن الانترنال ريزيستنس، المقاومة الداخلية، فبتكون السترينث، والسترينث طبعا أقصى قيمة في القوة، لكن إذا بنعبر عنها ممكن تكون الانترنال هي عبارة عن تنسايل ستريسز، تنسايل ستريسز ممكن تكون كومبرسيف ستريسز، المقصود انه بينشا داخل الماتيريال اللي هي التركيب الداخلي للماتيريال، ممكن تكون بيندينج ستريسز بتكون نتيجه مومنت مثلا، ممكن تكون شير ستريسز،
فهذا الشيء بكون هلا حسب موقع كل عنصر في البناء بكون له مقاومة محددة. فمثلا نحكي السلاب إذا بنصنفه كعنصر إنشائي هو يسمى فلكتشرر ممبر. البيم أيضا هو فلكتشرر ممبر. الكولوم هو كومبرسيف ممبر. هلا كومبرسيف ممبر المقصود انه عباره عن ممبر، معظم الكولومز بيكون مؤثر عليها لود اس كومبرسيف لود. هلا هذا اللود بقى ايش حتحمله؟ هذا العمود ممكن يحمل بيمز مثل هي البيم كولوم سيستم، ومثلا مثل الفلات سيستم لما تحدثنا عن الفلات انها بترتكز السلاب على الكولومز دايركتلي فبياخذ لود، فهو بياخذ لود هلا من الممبر اللي عم بيحمله. This is compressive load، فينا نسميه B sub C، فينا نسميه مثلا F sub C، هلا فينا نسميه أو هو حسب هذا اللود، لود رح يحمله الممبر أو هذا الكولوم. لك عادة نحن إذا بدنا نوجد على فرض الرياكشن فور ذا كولوم، بدنا نوجد الانترنال فورسز، إيش بنوجد؟ ما يسمى بالأكسيال compressive member، لأنه عبارة عن compressive load بتكون in the center of the column، بتكون as compressive بهذا الشكل. طب ما هو المقصود بالفلكتشرر ممبر؟ الفلكتشرر ممبر هو عبارة عن الممبر أو عنصر إنشائي معرض إلى مجموعة من الأحمال. الانترنال ستريسز اللي بتتكون فيه تكون فيه بندنج ستريسز، فيه شير ستريسز، وممكن يكون فيه أيضا أكسيال. طب خلينا نوضح كل واحدة على حدة. إيش يعني أكسيال؟ أكسيال عبارة عن قوة تسبب ستريسز مع اللي هي بتكون عمودية على مقطع الممبر، أو بتكون with axis of the member. بدنا نرسم بهذا الشكل حتى نوضح كل واحدة على حدة. بس ثواني بعتذر منكم لأنه بس البن معلق مش عم بيكتب مظبوط. أكسيال يعني حتكون أكسس على الممبر. هلا بتكون فيه شير، شير قوة قص، كأنك بتقص فيه قص، فبتكون شير بهذا الشكل. هذا V، هذا فيه نسميه N النورمال. وممكن أيضا يتكون فيه يكون فيه مومنت، هذا المومنت يسبب ما يسمى بالبندنج مومنت او البندنج ستريسز. فالسلاب او البيم هي فلكتشرر ممبر. يعني حتكون عباره عن ممبر ممكن يتكون فيه شير ستريسز، نورمال ستريسز، اند مومنت. هلا بالنسبة للوضع في البنايات، نحن معظم الأحمال مثل الديد لود، مثل اللايف لود، وحتى مثل السنو لود، هي بتكون لود وذ جرافيتي، يعني بتكون ايش؟ ان ذا واي دايركشن. إذا نحن بنحكي في عندنا هذا الإكس وهذا الواي، هي بتكون ان ذا واي دايركشن، وذ جرافيتي بتكون مع تسارع الجاذبية، مع الجاذبية، تأثير الجاذبية. هلا النورمال ستريسز اللي بتكون وذ أكسس أوف ذا ممبر، هذا الأكسس بتكون عبارة عن أي قوة فينا نسميها lateral forces أو بالx direction، وبالحالات الديد لود، اللايف لود أو السنو ما بيكون في عنا هذا تأثير الx أو تأثير النورمال ستريسز. لكن مثلا لو بدنا نحلل على فرض كتحليل مثلا هذا الهنج سبورت، لو بدنا نحلله حنحكي إنه في عنا rx وفي عنا ry. إذا ما في عنا أي قوة جانبية فإذا rx هتكون زيرو بهذا الشكل. لهيك لمعظم السلاب اند بيمز اذا بدنا نحلل او بدنا ناخذ بعين الاعتبار للتصميم نوجد قوى الشير وبنوجد قوى المومنت. فاذا الفلكتشرر ممبرز اكبر مثال على ذلك كعناصر موجوده في البناء سلاب اند بيم مع تاثير القوى. ما هي القوى ممكن تؤثر؟ ممكن تكون ديت لود، لايف لود، سنو لود، اي قوه تؤثر، لود وذ جرافيتي. بتكون بهاي الحاله تكون او بتوجد كانترنال ريزيستنس كفورسز في عندنا في اللي هي الشير وعندنا مومنت. طبعا these are the forces الموجودة، لكن إذا بدنا نحكي نحن عن على فرض عن الستريسز فخلنا نحكي هذا تسمى سيجما اف فلكتشرر أو سيجما بي بندنج، فهو ام سي اوفر اي، يمكن مر عليكم هذا التير. هذا الستريس نتيجة المومنت،
ونتيجة الشير هذا الستريس تاو، عادة يرمز للشير ستريس برمز تاو، هو V over A، بحيث إنه الأريا تكون موازية للشير. فإذا نحن ليش إحنا أخذ لكم هاي المقدمة؟ لأنه في التحليل هلا لما يكون عندي سلاب، لما يكون عندي بيم، هلا معرضة للود، إحنا معظم الحالات أو معظم الأمثلة اللي حتكون عندنا ديد لود أند لايف لود. هذه مجموعة الأحمال جمعناها وضربناها بالسيفتي فاكتور حتعطينا الألتيميت، أعطتنا التوتال ألتيميت لود أون ذا فلور. إذا بدي أحلل السلاب أو أحلل البيم كتحليل أناليسيس، عادة اللي بوجده هو قيمة المومنت وقيمة الشيل. فهذا هو ما يسمى بالفلكتشر ريمبر. لهيك ان شاء الله هلا بس نبلش بالاكزامبلز، حنشوف انه معظم المطالب الاشياء اللي بنوجدها سواء كانت للسلاب او للبيم ايش حنحكي؟ ديتيرمين ذا ماكسيمم شير اور ديتيرمين ذا ماكسيمم مومنت. واذا بدنا نحلل الكولوم ايش رح نوجد؟ رح نوجد الاكسيال لود ان ذيس كولوم اور اون ذيس كولوم. هذا بالنسبه للفلكتشر اند كومبرسيف. هلا وان واي سلاب اللود حينتقل في اتجاه واحد فقط. حنحلل السلاب، كوننا بنحكي وان واي سلاب فالمقصود انه حنحلل اتجاه واحد فقط ليس البوست دايركشنز. طب ما اللود هلا مره اخرى اللود كيف بينتقل مع الوان واي سلاب، مع الشورت او مع اللونج؟ مع الشورت دكتوره، مع الشورت. اذا نحن اذا بدي احلل، هل من المنطق انه احلل الشورت اللي هو عباره عن الشورت دايركشن اور ذا لونج دايركشن؟ شورت. ايش حنحلل الشورت دايركشن. فاذا الاتجاه حنحلله بالنسبه للسلاب هو الشورت دايركشن. هلا حنشوف خطوات الحل. هلا اتذكروا انه مره اخرى السلاب اند ذا بيم هم فلكتشرر ممبر. كيف يعني؟ يعني كتحليل كيف حنحلل؟ حناخذ سبانز، اما بتكون سبان واحده بهذا الشكل، هذا سبان واحده hinge support، لأنه مرة أخرى نحن عم نحكي عن building هي عبارة عن non-monolithic structures، تم صب الأعمدة على حدة وتم صب الجسور على حدة، أو بمصطلح آخر supports نحن منعبر عنهم إنشائيا بيكونوا hinge وليس fixed. هلأ رح ناخد بهذا الشكل، فالسلاب حناخد span بهذا الشكل، هذا support وهذا support. هلا السؤال بسألكم إياه، هذا سلاب بدي أخذ شريحة بالسلاب، ما هي السبورتس بالنسبة للسلاب؟ أعمدة أو جسور، بيمز أو كولومز؟ بيمز. بيمز، فهذا بيم وهذا بيم. هلا هذا السلاب هذا عنصر، البيم هو عبارة عن عنصر إنشائي مختلف تماما ما دخله في السلاب. فأنا لو بدي أخذ البيم هلا مثلا بدي اخذ بيم واحد على فرض، هذا بيم واحد، ما هي السبورتس بالنسبه للبيم؟ الكولوم. برايكم اعطوني ارقام الكولوم اللي حتحمل بيم 1؟ C1 C2 C1 and C2. فهذا المقصود بالفلكتشر، نحن حنحلل السلاب بهذا الشكل وحنحلل البيم. وطبعا حاليا مع وجود برامج التحليل حتشوفوا انه لما تدخل المدخلات يعني قيمه الديد لود واللايف لود، الدنسيتي اوف ذا كونكريت، الاف برايم سي هي الالاوبل كومبرسيف سترينث اوف ذا كونكريت، حتدخلوا كمان السيجما واي او اليلد سترينث اوف ذا ستيل، عده معطيات. حتدخلوا على فرض ما يسمى باللينث اوف سبانز، يعني هذا تسمى سبان وحده مثلا، هذا يسمى كونتينوس سبانز بهذا الشكل. في سبان نمبر 1، سبان نمبر 2، سبان نمبر 3، حتشوفوا انه التحليل كيف بيكون؟ بيكون تحليل بهذا الشكل. هلا وان واي سلاب اللود حينتقل باتجاه واحد فقط وهو مع الشورت دايركشن. لهيك هلا بس لو بدنا نحكي عن البيمز رح نسمي بيم 1 اند بيم 2 هم الميجر بيمز. بيم 1 اند بيم 2 ميجر بيمز. ليش ميجر بيمز؟ لانه هم حيحملوا اللود من السلاب. ليش؟ لانه اللود حينتقل مع الاتجاه القصير. بينما بيم 3 وبيم 4 حسب هذا الاكزامبل هم حيسموا ماينر بيمز اور سكندري بيمز، اللي عباره عن جسور لا تحمل الا وزنها، تمام؟ تحمل الاون ويت، وزنها الذاتي، تحمل وزنها الذاتي. اذا بنبلش بتحليل الوان واي سوليد سلاب. هلا سوليد سلاب اذا نحن حنحللها نحن بدنا نحصل على شريحه او سبان بهذا الشكل. حنثبت السبورت هو سبورت 1 اند سبورت 2، بدنا نوجد هذا اللود. طب كيف بدنا نحصل على هذا الشكل؟ هذا الشكل المهم بالنسبه لنا للتحليل. هلا فور ذا سلاب او فور ذا وان واي هي سلاب اناليسيس كيف بتكون البروسيجر؟
Step number one. Take a strip with 1 meter width parallel to the short direction. ليش الشورت مرة أخرى؟ نحن عم نحلل one-way slab. One-way slab اللوط حينتقل مع الاتجاه القصير. بس شباب معلش في حدا يمكن فاتح سبيكر أو فاتح من الموبايل واللابتوب ففي صوت صدى. هذا الصوت واضح عند الجميع؟ مهندس كان ظاهر هسه هي سكر المايك الشاب محمد. اوكي. فهلا in the short direction ليش بالشورت دايركشن؟ لأنه بدنا نحلل اللود اللي بنت أو الاتجاه اللي بنتقل فيه اللود. هلا هذا الأس هذا الأل وطبعا فينا نحدد هذا الشيء بسهولة يعني هذا 4 متر وعلى فرض هذا 10 متر فواضح هو ايش هو الشورت دايركشن. Take a strip. إيش هي الستريب؟ هي شريحة. كأنك هيك عم بتقص شريحة على طول الشورت دايركشن. Take a strip with 1 meter width. عرضها 1 meter. هذا يسمى study width. إذن take a strip in the short direction of the slab with 1 meter width. هلا هذا الستريب موجود. هلا اللود اون ذا سلاب كامل، هذا اللود اون ذا سلاب اوجدناه اذا بتتذكروا بالمحاضره الماضيه كمثال W ultimate equal 1.2 dead load plus 1.6 live load. وهذا اللود كان عباره عن كيلو نيوتن بير متر سكوير مثلا او كيلو جرام بير متر سكوير حسب اليونتس. فهو لود لكل متر مربع. والانتنسيتي لود اللي هي موجوده فور ذا سلاب هي عباره عن لود لكل متر مربع. هيك تم ايجادها. هلا في التحليل كفلكتشرال سبانز، هذا يسمى فلكتشرال سبان. ما هو السبان؟ ما يسمى بالبحر. ما هو البحر؟ هي عباره عن المسافه المحصوره ما بين كل سبورت وسبورت اخر. هلا نحن اللي بدنا اياه انه بدنا نحصل على ديستريبيوتد لود بير يونت لينكس. كيف يعني؟ يعني بدنا نوجد لود لكل متر طولي، نوزع لود على الطول. لهيك اللي حنعمله كالاتي. اخذنا ستريب ان ذا شورت دايركشن، عرضها 1 متر. هلا حناخذ اللود بدل ما هو لود لكل متر مربع على كل سلاب، حناخذ هذا اللود او حصه هاي الستريب. هذا في عندنا شريحه. هلا حصه هاي الستريب من اللود لكل متر طولي على طولها. هلا فالخطوه نمبر 2 convert total load on the slab وهي W اللي هي الالتيميت لود as load per unit area to distributed load as load per meter run. حنحوله من متر مربع الى متر سكوير. فكالاتي load بير متر راح تساوي لود بير متر سكوير. طبعا حتى انت تحول من لود موزع على اريا الى موزع على طول ايش راح تضرب؟ راح تضرب بطول، راح نضرب بعرض الستريب فحتكون 1 متر. ما هو عرض الستريب؟ 1 متر. فرضا لو انت فكرت توجد تحليل بحيث انك تاخذ عرض الستريب نص متر، ايش راح تضرب بنص متر؟ انت حتاخذ جزء من اللود الموزع او حصه الستريب حسب عرضها. زميل اخر فكر انه ياخذ مثلا عرض الستريب 2 متر، فايش حتكون؟ ايضا 2 متر. هل هذا الشيء خطا؟ طبعا ليس خطا. تمام؟ لكن حتنتبه في التصميم انه على فرض بس توجد التسليح لاحقا يعني حديد التسليح، انه هذا التسليح موزع على نص متر، هذا التسليح موزع على 1 متر، هذا التسليح موزع مثلا على 2 متر. عادة مرة أخرى لسهولة التحليل أو التصميم بمعظم طبعا مش بس بهلا في يعني في مساقنا عادة كستدي بتكون كستدي أريا كستدي فوليوم كستدي ويتس. عادة من الأسهل ناخذ 1 متر على فرض 1 متر سكوير 1 متر كيوبيك بهذا الشكل. فعرض الستريب 1 متر بهلا حالي convert the load from load per unit area to load per meter run. فكان اللود لكل متر بير متر طول، فكان اللود من لود بير متر يساوي لود بير متر سكوير تايمز 1 متر. هذه هي الخطوة الثانية. هلا المفروض نرسم نحن بهذا الشكل. بدنا نرسم، برسم السبان طبعا كم طولها؟ الاس. ليش؟ لأنه احنا اوريدي اخذنا شريحة في الشورت دايركشن. هلا ما هي السبورت؟ هي بيمز. نحدد والستريب موجودة ان ذا شورت دايركشن، من المنطقة ايش حتكون البيمز اللي تحمل هذا الشريحة؟ بيم 1 and بيم 2. نرجع مرة أخرى، حيكون عندنا this is بيم 1 this is بيم 2 وهذا حيكون عندنا اللي هو اللود. هذا اللود ايش هلا حولناه قبل شوي اللي هو حكينا لود بير متر ران يساوي لود بير متر سكوير تايمز 1 متر. هلا ايش رح نوجد؟ السلاب هي فلكتشرال ممبر،
لما نحكي فلكتشرال ممبر يعني بمعنى اخر بدنا نوجد ماكسيموم شير الماكسيموم مومنت. هذا المهم بالنسبه للفلكتشرال ممبر. مره اخرى اكبر مثال على الفلكتشرال ممبر هو السلاب والبيمز، من اكبر الامثله على ذلك. طبعا هون في الاكزامبل حيكون عندنا هو شيء سيمبل او متعارف عليه، وهو عباره عن هنج هنج سبورت. طبعا هذا توضيح الرولر كرسم توضيح لللود، لكن عندنا هنج هنج سبورت هذا يسمى يونيفورم ديستريبيوتد لود، عباره عن يونيفورم ديستريبيوتد لود يعني لود موزع على طول الزمان وموزع بشكل متساوي. هلا بس المعلومه بدي احكي لكم اياها، اذا كان اللود موزع على فوليوم بشكل يونيفورم لما توزعه على اريا فايضا ينتقل يونيفورم، ومن اريا الى لينكث فاللود اليونيفورم ايضا فيك توزعه للبير اريا او بير لينكث ايضا يونيفورم. لكن في الاساس اذا كان اللود غير نات يونيفورم، هو بالاصل هو غير متساوي او غير متكافئ، نحن صعب نحن بعد هيك نفرض انه متكافئ الا اذا كان في تحويلات او بعض الفاكتورز ممكن نضربهم. فنحن هذا اللود كان بير يونت اريا حولنا مباشرة إلى بير يونت لينكث. حنوجد شير وحنوجد مومنت، وعادة من أسهل الطرق وأدقها على الإطلاق لإيجاد الشير والمومنت هو رسم الشير ديجرام والمومنت ديجرام. رسم الشير ديجرام ورسم المومنت ديجرام. وهذه الحالة هي حالة سهلة بحيث أنه كالآتي: لرسم الشير ديجرام نحن بحاجة نوجد الرياكشن at beam 1 ونوجد الرياكشن at beam 2. كفينا نوجد الرياكشن كالآتي: هذا هو اللود، حنوجد محصلة اللود أو الريزلتن كسنجل فورس، وهي حتساوي W في L، هي لود لكل متر طولي حتكون محصلتها W في L، نصف هذا اللود لبيم 1 لأنه اللود كله متكافئ على طول البيم، والنصف الآخر لبيم 2. لرسم الشير ديجرام كالآتي: Upward force WL over 2، بعد هيك حيكون في عندي uniform load فبتكون شكل الشير ديجرام linear minus WL over 2 plus WL over 2 فزيرو زيرو. هذا المهم انه كيف احنا نتأكد انه اخر شيء يسكر معنا الشير ديجرام حتى نتأكد انه احنا محللين صح. اذا نطلع على الرسمة ما هي اكبر قيمة للشير؟ هي WL over 2، وعادة لما يكون عندنا one span بهذا الشكل just a one span، وكان عندي هنج هنج أو هنج رولر، عادة يكون قيمة الماكسيمم شير إما على هذا السبورت أو على هذا السبورت على الأطراف. وحنشوف لاحقا بإكزامبلز مثلا لما يكون عندنا ون سبان، لكن طبعا صعب مثلا نرسم الشير ديجرام بيكون صعب، فحنشوف من أحد الطرق المباشرة إنه إيش ممكن نوجد السبورت at the beam 1 reaction at the beam 1، نوجد reaction at the beam 2 مثلا. تمام، بالأكيد إنه أحد هذا القيمتين هو حيكون الشير ديجرام. ليش؟ لأنه هاي رسمة الشير بهذا الشكل، سواء كانت لينير أو سواء كانت سكند دجري أو إلى آخره، بس أين راح تكون قيم الشير؟ بتكون عند الأطراف، فبهاي الحالة فينا نختار القيمة الأكبر. فإذا ما طلع على الرسمة حتكون the maximum shear هي WL over 2. هلا لرسم المومنت فيكم ترسموا المومنت بأكثر من طريقتين. الطريقة الأولى إنه تقسموا الشير ديجرام إلى positive blocks and negative blocks. ما هو المومنت؟ هو مساحة الشير بلوكس. المومنت هو مساحة الاريا فور ايتش شير بلوك. فمثلا هذا المثلث نصف القاعدة في الارتفاع، حتكون الارتفاع WL over 2، وهذا هون هي عبارة عن L over 2 لأنه هو يقسم بالمنتصف. تمام، فهي W حتكون نص WL over 2 في L over 2 WL square over 8، أو bisection. كيف bisection؟ فيكو تاخدو عند المنتصف تماما، يعني تاخدو section هون zero عند المنتصف وبالنهاية، فبتاخدو إيش؟ بتاخدو into moments force إلى الأعلى، بتاخدو الفورس من reaction حي تأثير force هون، وهي عبارة عن W L over 2 لأنها على نصف المسافة، وبتاخدو وما إلى ذلك بهذا الشكل. فإذا كم قيمة الماكسيموم شير؟ WL over 2. كم قيمة الماكسيموم مومنت؟ WL تربيع over 8. وبعد هيك حنشوف في كتير examples. إذا كان عندنا مرة أخرى one span hinge hinge support uniform distributed load، تبهوا uniform distributed load، ما في داعي كل مرة نرسم شير ومومنت ديجرام، فينا بشكل مباشر نحكي إنه الماكسيموم شير WL over 2 والماكسيمم مومنت هي WL تربيع على 8. مهندس اتفضل.
بالنسبة للشير أنا بأخذ القيمة الموجبة ولا السالبة ولا بأخذ الأبسوليوت فاليو؟ الأبسوليوت فاليو بالضبط الأبسوليوت. أوه تمام. يعني هلا في هذا المثال هو متشابهين لكن بأمثلة أخرى الشير تأخذ الأبسوليوت فاليو. طبعا نحن بهمنا القيمة فالمقصود إنها إما بتكون تأثيرها بهذا الشكل أو تأثيرها بهذا الشكل بس هذا الفرق. تمام؟ يعني معنى ماينس وبلس بس. آه تمام. أوكي. واضح كيف ممكن نوجد أني ماكسيمم شير أو أني ماكسيمم مومنت إن ذا سلاب. وطبعا بمعظم السلابس يعني سواء كانت one way or two way مرة أخرى اللود as load per unit area هذا اللود هو uniform distributed load يعني dead load موزع بشكل متكافئ وأيضا اللايف لود تم حسابه أو تقدير هذه الأرقام كان uniform load فمعظم السلاب إيش بتكون uniform distributed load فتحليلها بيكون سهل. واضح بالنسبة للسلاب. هلا نرجع بالنسبة للصورة الأولى هلا مرة أخرى بس إذا متذكرين بدي تحكوا معي for beam column system beam column system اللود حينتقل من منبر إلى منبر آخر. خلنا نبلش اللود حينتقل from slab to beam beam from beam to column بعدين ال footing foundation foundation or the footing to the ground ground. تمام. فإذا هذا اللود from the slab هلا بهاي الحالة رح ينتقل للبيمز. فهذا اللود رح ينتقل from slab to the beams وهو beam 1 and beam 2. ليش beam 1 and beam 2؟ لأن اللود بينتقل فقط باتجاه واحد. هلا هذول هم الميجر بيمز ولاحقا حنشوف تحليل الماينر بيمز. هلا اللود بينتقل هلا اللود بينتقل from بس هي بهذا الشكل اللود بينتقل تماما بشكل مناصفة. تمام بس إذا برسم لكم إياه as 3D بس نشوف كيف اللود. هذا هي البانل أو السلاب والبانل هي بتكون المساحة المحصورة بين أربع جسور. وإيش بالعادة ما فينا نسمي بانل 1 بانل 2 يعني كيف ممكن مثلا لو هاي بجنبها وحدة أي بيم بيجي فاصل فبصير هاي بانل وهاي بانل. طب خلنا نشوف هلا بس بدنا نكتب الاسماء حتى نشوف توزيع اللود. هلا this is beam 1 حسب الرسمه this is beam 2 this is beam 3 and this is beam 4. لما نحكي one way slab تذكروا دائما اللود بينتقل مع الاتجاه القصير. تمام هلا هاي السلاب بتحمل لود بدنا نرسمه as 3D بتحمل لود بهذا الشكل وهو uniform load. هلأ بدنا نرسمه مثلاً مثله تقريباً هيك uniform load on the slab. هلأ ما هي قيمة اللود لو بدنا نعبر عنه؟ هذا هو W ultimate وهو عبارة عن إذا بتتذكروا 1.2 dead load plus 1.6 live load وهو عبارة عن load per meter square. تتذكروا المحاضرة الماضية أو في المحاضرات الماضية كيف أوجدنا هذا اللود؟ هذا اللود. هلا لما نحكي اللود بينتقل مع الشورت دايركشن فاللود بينتقل بشكل مناصف مع الشورت. كيف يعني؟ يعني تماما نصف اللود هيك نصف اللود to the beam 1 ونصف اللود الآخر to the beam 2 بهذا الشكل. لأن اللود هون حكينا في الـ one way ينتقل معظم اللود القيمة الأكبر هي مع الـ short direction. ومثل ما نحن موضحينه هون هاي الرسمة هي عبارة عن توضيح كـ 2D فعلياً اللود بهذا الشكل. يعني بمعنى آخر طب خلنا بس نحدد الأبعاد هذا الطول كم يساوي حسب الرسمة الـ L or الـ S؟ الـ 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 وهذا الطول كم يساوي الاس الاس. تمام هلا اللود بينتقل بشكل مناصف في المنتصف تماما بمعنى اخر انه كانه هيك بدنا نرسم هذا الخط يعني كانه بيم 1 بياخذ لود حصه اللود هو عباره عن ال ال في الاس اوفر 2 بيم 1 حياخذ هذا اللود دبليو يو لكن على مساحه قيمه ال ال في الاس اوفر 2 وبيم 2 ايضا من الاتجاه الاخر هياخد أيضا نصف القيمة الأخرى من اللود وهي حتكون WU
في LL في LS over 2. فكل بيم رح ياخد لود بشكل مناصفة. طبعاً نحن إذا بنحكي كبيمز مرة أخرى، البيم هو flexural member، بهمنا نرسم البيم، والبيم يسمى longitudinal flexural أو longitudinal member، المقصود فيه إنه member يعامل عادة كعنصر طولي. يعني إذا بنوضحه في الواقع، يعني كيف هو في الواقع بيكون، هذا هو البيم، له مقطع محدد. هذا مقطع هو B and D، له عرض وله depth، وهذا هو طوله، هذا طول البيم. هل عادة يتم حساب الاون ويت؟ من الأشياء المهمة في الوزن الذاتي يتم حساب الاون ويت كديستريبيوتد لود على ديستريبيوتد لود على طوله. وأيضا يفضل إنه أيضا حساب اللود فروم سلاب إيش كمان يوزع كديستريبيوتد لود. فنحن فعليا المفروض في التحليل هذا البيم رح ياخذ قيمة من اللود على مساحة LL في LS over 2، لكن نحن بدنا نوجد قيمة اللود لكل متر طولي، لود لكل متر طولي بشكل مباشر. ما هي قيمة هذا اللود؟ ننتبه هلا، لود بير متر ران، لود لكل متر طولي from slab from the slab on the beam 1 and beam 2 هم نفس القيمة الاثنين، W LS over 2. ما هي قيمة اللود from one way slab؟ بس هون إذا منضيف تضلكم متذكرينها. فاللود بير متر ران لكل متر طولي from one way slab on beam 1 and beam 2 هو WLS over 2. خلنا نشيك نحن على اليونتس. قيمة اللود هو كيلو نيوتن بير متر سكوير times LS وحدتها بالمتر over 2، فحتكون اليونت هي كيلو نيوتن بير متر. هلا ممكن تسألوا كيف أوجدنا هاي القيمة؟ طبعا فيكم توجدوها بأكثر من طريقة، أو يعني تحددوها بأكثر من طريقة. مرة أخرى إذا نرسم بهذا الشكل، فيك تحدده بأكثر من طريقة. على فرض هذا قيم اللود، قيمته W بهذا الشكل، نصف هذا اللود لبيم 1 والنصف الآخر هذا بيم 1 على فرض، ومن هذا الاتجاه هذا بيم 2. نصف قيمة اللود لبيم 1 فهو W على مساحة LS over 2 في LL. يعني بمعنى آخر، فيك أول شيء توجد اللود كسنجل لود W ككيلو نيوتن، فهو W ultimate في LS over 2 في LL. ليش LS over 2؟ لأنه البيم رح يأخذ على نصف المساحة، ليس المهي حصته من اللود هو نصف قيمة اللود. هذا وحدة W LS over 2 في LL، تمام؟ هذا رح يعطينا لود قيمته كيلو نيوتن، وطبعا هو يونيفورم كونه WU يونيفورم، ف كأنه بنوجد محصلة القوة. هلا لو أنا بدي أوزع على طول البيم، هل من المنطق أقسم على طول البيم أو أضرب بطول البيم؟ إذا بدك توزع توزيع على شيء ما، هل بتقسم أو بتضرب كعملية حسابية؟ لا، المفروض نقسم. المفروض نقسم. فنحن فعليا حتكون هذا هو قيمة اللود المؤثر على بيم 1، هو W في مساحة LS over 2 في LL. طب ما هو طول بيم 1؟ طلعوا لي هاي الأبعاد عندكم، ما هو طول بيم 1؟ LL over LS. هذا بيم 1 طوله LL أو LS، يعني لو كان هذا 4 وكان هذا 8، ما هو طول بيم 1؟ 8 متر. 8. فهون رح أرجع أقسم على طوله، بدي أوزع LL LL، هاي هي كيلو نيوتن لكل متر، WLS على 2 اللي حكينا عنها قبل شوي.
طريقة أخرى أيضا. هلا مرة أخرى إذا بدك تحول من فوليوم مثلا من فوليوم لأريا تضرب بويتس باللينكس أو سيكتس حسب التحويل، يعني حسب أي سطح بدك تحول في كيلو نيوتن لكل متر مربع. لو بدك تحول من كيلو نيوتن لبرميتر سكوير بدك تحول إلى كيلو نيوتن برميتر، يعني من لود موزع على أريا لود موزع على لينكس. إيش رح تعمل؟ كالآتي، رح تضرب أيضا إيش؟ إما باللينكس أو ويتس حسب وين بدك تحول اللود. هلا نحن بدنا هذا اللود بدل ما هو بير أريا هيك على كل الأريا حنوزعه على طول البيم، فحيكون W في LL في LS over 2. هل أنا بدي أوزعه على LL؟ فيني أحكي دايركتلي قيمة اللود هي WU قيمتها كيلو نيوتن لكل متر مربع. حضرب بعرض هذا العرض حتى أوزعها على الطول في LS over 2 فبتطلع WLS over 2. هذا بطريقة أخرى كيف هي تم تحديد هذه القيمة. فبدي تتذكروا دائما تتذكروا هذا القيمة إنه قيمة اللود from one way slab to the major beams. تذكروا دائما the load per meter run from one way slab to the major beams دائما هي WL over 2 أو بالأخص هي WLS over 2 تمام، حتى نتذكر short direction. واضح بالنسبة لهذا القيمة؟ ما بدي تنسوها لأنه نحن كثير حنا examples عليها. هلا إذا بدنا نحل البيم 1 مرة أخرى هو flexural member، يعني بدي أرسم span of the beam هذا C1 وهذا C2 على أساس حددت هذا الشيء حسب السلاب. هذا بيم 1، بيم 1 طوله LL 8 متر 10 متر حسب الإكزامبل. هلأ C1 هذا السبورت الأول، C2 هذا السبورت الثاني، فكانت this is بيم 1 طوله LL هذا C1 وهذا C2. ما هي قيمة التوتال لود كاملة؟ هذا البيم رح يحمل طبعا جزء كبير جدا وهو من السلاب، لكن ايضا هناك قيمه جدا مهمه وجد كثير مهمه بالحساب سواء كانت بالسلاب بالبيمز بالكولومز لما نوصل ان شاء الله على الفوتينجز، ما يسمى بالاون ويت اوف ذا ممبر، الوزن الذاتي للممبر اون ويت اوف ذا بيم. ففي عندنا الاون ويت اوف ذا بيم هذا اول لود، دائما اي لود بيحمل البيم اون ويت وزنه الذاتي بلس لود فروم ذا سلاب وهو هاي القيمه. طب فيكم تحكوا انه لما حسبنا مثلا احنا في السلاب ليش ما كنا نحسب الاون ويت؟ ليش نحن أخذنا؟ بس أرجعكم بشكل سريع مشان تضلكم متذكرين الأون ويت. الخطوة الثانية في الحل، هذا الخطوة الخطوة الثانية في الحل، هذا اللي حسبناه نحن فعليا هو عبارة عن وزن السلاب. مرة أخرى بس أكتب عليه، هو الأون ويت أوف السلاب. أحد قيم اللود اللي حسبناها ضمنيا هي الأون ويت أوف السلاب. طبعا أنت حسب تعاملك مع هذا الممبر، فأنت بدك توجد لود لكل متر مربع بتوجد الوزن الذاتي لكل متر مربع، بدك توجده لكل متر طولي بدك توجده أيضا لود لكل متر طولي. مثلا بالبيمز، البيمز تعامل as axial members يعني لود in kilonewton، فبدك توجد وزن البيم كيف أو وزن الكولوم in kilonewton، كيف ما عم بتحلل بتوجد هذا اللود. فإذا نرجع مرة أخرى لتحليل البيم. مهندسة تفضل. أنا بالمثال هم الأرقام يعني كمثال فعلياً ولا حقيقة؟ لأن الأرسيمات ليش يعني كثيكنس إلى 12؟ هاي سوليد سلاب في الواقع سلاب. شوي إحنا بنحكي عن السوليد سلاب، أنت إيش قصدك بال 12؟ إيش الثيكنس اللي ببالك؟ بالأرسيمات تمام، أحكي لي إيش يعني إيش ليش ما تكون 12؟ إيش ممكن يكون فيه ثيكنس آخر؟ ليش ما يكون مثلاً أعلى من 18؟ ولا هناك يعني بالريبد سلاب؟ بالريبد سلاب بالضبط. الريبد سلاب عادة سماكة السلاب كاملة ممكن توصل طبعا 25 ممكن تكون 31 في الريبد. إن شاء الله حناخد الريبد في التفصيل. في السوليد سلاب، السوليد عادة خاصة زي بنحكي كونوي عادة الثيكنس من 12 إلى 15 تمام. إذا بزيد الثيكنس أكبر من هيك بتصير very thick وبتصير very heavy.
لهيك هلا حاليا ايش اللي ينفذ حاليا؟ الذي ينفذ هو الريبد سلاب وليس السوليد، لانه الريبد ثيكنس لها اكبر، ممكن تعطينا وزن اقل. لهيك هلا في حاليا في البناء، في البناء الحديث ما بتلاقي في عندك جسور ساقطه، يعني ما بتلاقي في بالسقف في هيك اجزاء ساقطه. في شوي في البناء الاقدم، يعني اذا نحكي البناء اللي هو بالثمانينات وبالسبعينات، بتلاقي داخل المنزل نفسه تطلعوا اذا مثلا بيوت الاجداد او فيكم تشوفوا هذا الشيء، ادخلوا على البيت بتلاقوا بالسقف من الاعلى في نازل من السقف هيك مسافه بسيطه، احيانا بتكون مسافه مثلا 15 سنتيمتر هيك بتكون نازله من السقف. هذا جزء البيم بسموه دروب بيم، جزء من البيم، يعني جزء من البيم مع السلاب وجزء من البيم ساقط. ليش؟ لان هالسلاب الثيكنس لها مو كبير، يعني من 12 الى 15، بينما البيم لا بكون بحاجه الى دبس اعلى او ثيكنس اعلى. فهذا السوليد. هلا لما نوصل ان شاء الله على الربت حنشوف انه كيف الثيكنس اوف ذا سلاب بتكون اكبر او بتختلف تماما. تمام؟ تمام مهندس. اوكي. هلا نرجع مره اخرى، نحن اذا نحكي فور ذا بيم 1 اور ذا بيم 2، تذكروا دائما ذا فيرست لود بيكون اون ذس بيم، دائما دائما الاون ويت، وزن البيم نفسه. فإذا اللود الأول هو on weight of the beam، هلأ أنا وياكم حشوف كيف حنحسبه، حسابه جدا بسيط. واحد، اثنين اللود from the slab، هذا حددنا قيمة اللود. هلأ on weight of the beam بدنا نوجد اللود أيضا لكل متر طولي، لود لكل متر طولي، بدنا نوجد هذا اللود لكل متر طولي. فأحكي لكم بس طريقة الحساب بشكل سريع. بس ثواني افتح لكم نيو سلايد. بس هلا مره اخرى، البيم هو اللي قديتنا المنبر، هذا البيم، اي بيم موجود. طبعا البيم بتميز انه الويدث له اعلى بكثير من الأعصاب. لاحقاً بس نوصل على الربد سلاب، ففي ممكن يكون عنه نص متر، ممكن 60، ممكن 70، بعض الأحيان إذا كان بيم بيحمل لود كتير عالي ممكن يوصل ل 1 متر. بس نتحدث بالرموز. هلأ هذا البيم عرضه بي ودي، فالكروس سكشن إله كروس سكشن هو بي في دي. This is B and this is D، يعني area، الكروس سكشن area تساوي B times D. طول هذا البيم ال. هلا الاون ويت حسب المنبر وحسب تحليله بنوجد الاون ويت. فعلى فرض اعطيكم بس بشكل عام، اذا بدنا نوجد نحن عباره عن الاون ويت، فبدنا نوجده عباره عن كيلو نيوتن بير متر سكوير. ومثال على ذلك لما نحن قبل شوي اوجدناه بالسلاب بالمحاضرات الماضيه، الاون ويت اوجدنا لود لكل متر مربع. ليش؟ لانه الانتنسيتي لود اون ذا سلاب هي لود لكل متر مربع. ايضا فينا نوجد الاون ويت عباره عن كيلو نيوتن بير متر رن، لود لكل متر طولي، يعني توزيع هذا وزنه بس على طوله. لكن ايضا فينا نوجد الاون ويت عباره عن كيلو نيوتن كتاثيره از سنجل ويت، ومثال على ذلك الكولومز في تحليل الكولومز. هلا كبيم انا بدي اوجد اللود لكل متر طولي، بدي هذا اوجد هذا القيمه الثانيه. حوجد اللود بير متر رن، وهذا اللي انا بحسبه هو الاون ويت، هذا اللي بدي احسبه. عادة بأي ماتيريال بهمك تكون تعرف الدنسيتي، لأن الدنسيتي تعبر عن كثافة المادة. فإن على فرض إذا نحن طبعا نحن نتحدث بمعظم هالإكزامبلز على reinforced concrete members، ممكن لكن في تصميم آخر تتحدث عن الستيل members أو التمبر اللي هي مصنوعة من الخشب. هلا الكونكريت إذا كان في نوت عندكم بالسلايدز السابقين اللي هي كثافة الكونكريت، خلينا نحكي إذا بتتعامل مع الكيلو نيوتن، مع الكيلو جرام، أو على فرض بتتعامل مع الطن أو الباوند على فرض. فلو بدنا نوجدها على فرض نحن ان كيلو نيوتن، هلا كثافتها تقريبا اذا بنحكي عباره عن 25 كيلو نيوتن بير متر كيوبك. انا بدي اوجد اللود لكل متر طولي، يعني راح اوجد قيمه اللود موزع على طوله، راح اوجد قيمه هذا اللود كلود مفرد على طوله.
طبعا من المنطق كيلا نيوتن بر متر سكوير حتى نحوله الى كيلا نيوتن بر متر رن لكل متر طولي، ايش رح نعمل؟ رح نضرب او نقسم ايش؟ ايش حنعمل احكوا لي؟ هاي القيمه كيلا نيوتن بر متر مكعب بدي اخليها كيلا نيوتن بر متر، يعني هون انا بدي كيلا نيوتن لكل متر. لازم اضرب باريا المفروض، لازم اضرب باريا بالضبط. طبعا اتذكروا دائما انه الطول اللي بدكم توزعوا عليه ما بتضربوا فيه لانه بدك توزع عليه، تمام؟ دائما تذكروا الشيء اللي بدكم توزعوا عليه، يعني المساحه اللي بدكم توزعوا عليها ما بتضربوا بابعادها لانه انتم بتقوموا بتوزيع اللود على ابعادها. الطول اللي بدكم توزعوا عليه ما بتضربوا فيه لانه انتم بالاصل حتوزعوا على طوله، فواضح انه نحن حنضرب باريا. ما هي قيمه هاي الاريا اللي حنضرب فيها؟ بي في دي. بي في دي وهي الكروس سكشن اريا. فباختصار اذا بدك توجد الاون ويت فور اني ميم بشكل مباشر، تم افن عندك اكزامبل، عندك على فرض تحليل عم بتصمم بدك توجد الاون ويت بشكل مباشر كم يساوي؟ تذكر فور ذا بيم هو الدنسيتي اوف ذا بيم حسب الماتيريال، مثلا ار سي او بتتحدث عن ستيل او بتتحدث عن تيمبر. الدنسيتي اوف ذا ميت ذا الدنسيتي اوف ذا ماتيريال تايمز ذا كروس سكشن، كم قيمه الكروس سكشن وكيف ممكن يختلف الاون ويت من بيم الى اخر حسب الكروس سكشن. يختلف الاون ويت فروم بيم تو انذر بيم حسب الكروس سكشن، يعني البيم اللي مقطعه عباره عن 50 او نص متر في عمقه 25 له اون ويت، بينما بيم اخر عباره عن عرضه 70 سنتيمتر والدبس له 25 اكيد له وزن اخر، وبالمنطق يعني حسب الابعاد اكيد رح تختلف تاثير الاحمال، فبتختلف بيختلف الوزن. واضح كيف فينا نحسب الاون ويت؟ هلا نحن في كثير من الاكزامبلز حتكون الاون ويت ك يعني كجيفن فاليو بالاكزامبل، لكن فرضا لو كان مطلوب منك بكويز على فرض بامتحان ديتيرمينز اون ويت فور ذا بيم 1، كل اللي عليك تعمله بشكل بسيط فقط تحدد كم الكروس سكشن وتضرب في الدنسيتي، هذا كل اللي مطلوب، تمام؟ فاذا اذا نرجع لهون كان التوتال ويت اون ذيس بيم هو الاون ويت اوف ذا بيم بلس لود فروم ذا سلاب. نفس الشيء نحن هون حنسمي هلا، هون في عنا W وبنقصد W وفينا مثلا نرمز لها W capital فقط للتمييز، اللي هي نقصد فيها total load on the in the beam، هذا التوتال كامل كل الاحمال كامله. ليك انا موضحت لكم هنا this W هي total load on weight load from slab 1 مثلا load from slab 2 مثل ما ناخذ examples لاحقا وكل الاحمال. اذا بنطلع عنا هنج رولر او هي في الواقع هي هنج hinge supports عندنا just one span load uniform distributed load كل اللود نفس الشيء، ما في داعي كل مره نضل نرسم شيء نرسم مومنت، ففينا نحكي مباشره انه the maximum shear equals wl over 2 and the maximum moment equals wl square over 8. وننتبه انه where w هي total load on the beam و l هي length of the beam، طبعا هون بتختلف من حسب المنبر اللي عم بنحلله. واضح كيف فينا نوجد the maximum shear or the maximum moment in the major beams؟ هلا إذا نرجع هون نحن حكينا اللود حينتقل بالshort direction to the beam 1 and the beam 2. إذا نطلع على البيمز الأخرى عندنا beam 3 و beam 4. beam 3 and beam 4 يسموا minor beams. ليش minor beams أو secondary beams؟ لأنهم ما بيحملوا إلا وزنهم فقط. ليش؟ لأنه واضح من توزيع اللود من slab one way اللود حينتقل في اتجاه واحد فما حتنتقل in the both directions وإنما باتجاه واحد. فبيم 3 and beam 4 تعتبر بالنسبة لهذا السلاب minor beams، فبيكون قيمة total load on this beam هي just the own weight فقط وزنه. كم الساعة شباب لو سمحتوا؟ الساعة 12:27. تمام بس شوي لأن السيستم. على الصراحة أنا مش عارفة هل المشكلة بالتيمز نفسه أو المشكلة باللابتوب من عندي لأنه بيعلق البن كتير، حتى السلايد مش عم بيتقلوا بسلاسة.
هلسه بنحلل السكندري بيمز او المانر بيمز. هو بيم 3 وبيم 4 حسب الاكزامبل، وبيحمل فقط الاون ويت، وزنه فقط. بهاي الحاله ايضا نفس الشيء، الاون ويت هو دائما يونيفورم ديستريبيوتد لود. ليش دائما الاون ويت؟ لانه نحن عم نحكي بيم، فهذا البيم الكروس سكشن ثابت، ما بيتغير الكروس سكشن، وهي عباره عن كونكريت، يعني كل جزء بهذا البيم هو نفس الماتيريال الكونكريت. فمن طبعا من المنطق ان يكون ايضا وزنه يكون متماثل من اول نقطه الى اخر نقطه. بهذه الحاله بيكون فقط عندنا هون التوتال لود هو الاون ويت، فهون دبليو ايضا مره اخرى تعبر عن التوتال لود، لكن حسب التحليل هي فقط اون ويت، لا يوجد اي لود اخر. في الماكسيموم شير انت ماكسيموم مومنت نفس الشيء، هنج هنج سبورت جست وان سبان بتكون بطول محدد، فينا نحكي مباشره دبليو ال اوفر 2 دبليو ال سكوير اوفر 8. واذا بناخذ اكزامبل بارقام حتى نقدر نحلل ونشوف كيف الارقام تطلع معنا، فمثلا فور شون سوليد سلاب، ذيس از سوليد سلاب، توتال لود اون ذا فلور دبليو التيميت توتال لود 20 كيلو نيوتن بير متر سكوير. ما هي قيمه اللود بس نحدد مره اخرى، هي 1.2 ديد لود plus 1.6 live load، 1.2 dead plus 1.6 lives، بما فيها وزن السلاب نفسها. هي كل الأحمال اللي أوجدناها بمحاضرات سابقة. On weight for each beam هو 5 كيلو نيوتن بير متر. هون تم حساب الـ on weight هو 5 كيلو نيوتن بير متر. Determine for this example maximum shear and maximum moment in the slab. ومرة أخرى ليش shear وليش moment؟ لأنه السلاب والبيم the flexural member. كتحليل نوجد نحن الانترنال فورسز اللي بيهمونا هم الشير والمومنت. Determine the maximum shear and maximum moment in the slab. Determine the maximum shear and the maximum moment in beam 1. This is beam 1. And determine the maximum shear and maximum moment in beam 4. هذا beam 4. Beam 1, beam 4. وdetermine the total axial load. انتبهوا هلا. اختلف عندنا المطلوب axial load، هذا متعامل مع كولوم، فdetermine the total axial load on C2. دائما تذكروا for any solid slab قبل ما تبلشوا تحللوا بدكم تحددوا شيء مهم جدا، one way or two way. لأن إذا كانت one way فاللود بينتقل باتجاه واحد، لكن إذا كانت two way مثل ما حناخذ في examples لاحقا حتصبح اللود بينتقل باتجاهين، فحنحلل اتجاهين. وايضا اذا كانت السلاب وان واي فمثلا راح تكون تو بيمز فقط بيحمل اللود، لكن اذا كانت تو واي فكل البيمز حياخذوا جزء من اللود. فخلينا نبلش اول شيء بالنسبه للسلاب، كيف فينا نحدد اذا كانت هاي السلاب وان واي سلاب او تو واي سلاب؟ ما هندسه بنقسم الطول الطويل على القصير، اذا بيطلع اكبر من اثنين فهي وان واي بالضبط. فإذا هذه الخطوة الأولى رح نعملها، حنوجد الـ R ratio بحيث هو عبارة عن LL over LS. LL over LS في عبارة عن 2.5 أكبر من 2 one way slab. فبهاي الحالة فينا نحكي إنه كل اللود عبارة عن لود بالاتجاه القصير كله كامل، فقيمته 20 كيلو نيوتن بير متر سكوير. مرة أخرى كيف جبت أنا الـ 20؟ هي أوريدي مذكورة في السؤال، total ultimate load on the floor. كيف حنحدد أو كيف نحن حنحل؟ كيف حنحل؟ مرة أخرى لتحليل الـ one way slab take a strip in the short direction. هذا strip in the short direction. الـ strip كم عرضها؟ 1 meter. take a strip in the short direction with 1 meter width. convert the load from load per unit area. هذا load per unit area إلى load per meter run. يعني كأنه بدنا نضرب بعرض الـ slab. هاي الخطوة حتى بس ما تنسوها، لأنه عادة في السوليد سلاب دائما عرض السريب 1 متر دائما.
times 1 meter وهي عبارة عن ما هي ال 1 meter اللي هي الستدي ويدث، راح تساوي بهاي الحالة عبارة عن 20. هلأ كفاليو حتصفي فاليو نفسنا ضربنا بواحد، لكن وحدتها حتكون بس كرمز. هلأ ام برايم مقصود فيها لكل متر طولي، ام برايم مقصود فيها لكل متر طولي، وفيكم تكتبوها ايضا كيلو نيوتن لكل متر ايضا، على كلتا الحالتين التعبير صحيح، فبتكون بهذه الحالة. مهندسة يعطيك العافية مهندسة. الله يعافيك، تفضل. هسا احنا درسنا بالأول انه للتو واي وان واي عشان تحددهم بالسوليد سلاب، عشان تعرف اذا وان واي ولا تو واي، انه المين ستيل بيكون في الاتجاهين على التو واي، بينما على الوان واي بيكون المين ستيل وان واي بس اتجاه واحد. الرئيسي في الاتجاه الواحد، في الاتجاه واحد الرئيسي في اتجاه واحد، لكن هناك تسليح بالاتجاه الاخر يسمى تمبرتشر اند شرينكج. هذا للون واي. طب واللي اعطيتنا اياه اللينج اللي بنقسم اللونج لينج على الشورت لينج، هذا فقط كيف تحدد وان واي اور تو واي بالسوليد سلاب، اللي هو ال ال اوفر ال اس. او هذاك ايش هو اللي هداك؟ ما هذاك قلنا اذا حطيت مين ستيل في الاتجاهين بيكون تو واي. لا هداك مش انه تحدد هداك، لو انت مهندس بدك تصمم كيف تصمم. هلا في البدايه اصلا انت بدك تحدد اذا وان واي اور تو واي من البدايه، هلا بعد ذلك بدك تحلل وانت توجد قيمه الستيل. فهي ليس هي بالعكس ليست هي السلاب تعتمد انها وان واي اور تو واي على التسليح، هي في الاصل بدك تحدد وان واي اور تو واي. تمام. يعني هي المقصود انت يعني انت كمهندس حاليا لو انت بدك تسلح السلاب اذا كانت تو واي، فانت المفروض تسلح في الاتجاهين. وعاده تسليح التو واي سلاب بشكل عام، تو واي سوليد سلاب، يسمى جريد، يعني مثل الشبكه، بتكون تماما حديد بالاتجاهين متعامد على بعضه يعني بالاتجاهين. تمام. يسلم المهندس. العفو. هلا فاذا هون نحن حددنا انها وان واي سلاب اللي حينتقل فقط باتجاه واحد مع الشورت دايركشن. تيك ستريب ان ذا شورت دايركشن مثل ما عملنا، كونفرت ذا لود فروم لود بير متر سكوير تو لود بير يونت اريا مثل ما عملنا ضربنا في الستدي ويدث، فاصبح عندنا قيمه اللود 20 كيلو نيوتن لكل متر طولي. 20 كيلو نيوتن لكل متر طولي. هلا supports beam 1 and beam 2. طول البيم، طب كيف سوري طول الستريب كيف بدنا نحدد؟ لازم نلتزم بالدايمنشنز. يعني واضح انها الستريب مع الشورت دايركشن، عندنا 2 دايمنشنز بالسلاب 10 و4، فمن المنطقة كم طولها تكون كطولها، هذا طولها و4 متر. مرة أخرى hinge support uniform distributed load، بإمكانكم ترسموه إذا حابين تتأكدوا من الأرقام، لكن كسهولة وطريقة أسرع في الحل. فالماكسيموم شير هي قيمة اللود في الطول على 2، والماكسيموم مومنت هي قيمة اللود في الطول تربيع على 8. بالحال بكون أوجدنا the maximum shear in the slab and the maximum moment in the slab. فممكن أحد الأشياء طول نكون مطلوبة منكم في كويز أو في الامتحان، مثلا determine the maximum shear in the slab. كل اللي عليك تعمله كالآتي، تحددها one way or two way. إذا كانت one way فأكيد اللود بينتقل باتجاه واحد، توجد قيمة اللود لكل متر طولي، وفيك توجد مباشرة WL over 2. واضح كيف وجدنا أول مطلوب؟ المطلوب الثاني determine the maximum shear and the maximum moment in beam 1. أول شيء خلنا نشوف one way slab انتقل اللود مع الاتجاه القصير beam 1. أول شيء بدنا نحدد major or minor.
رئيسي أو ثانوي، major or minor. إيش هو؟ major. بالضبط major. أول لود رح يحمل البيم هو on weight. on weight وزنه، ما تنسوا وزنه. وبعد هيك حنوجد اللود from the slab. load from slab on the beam 1 كونه major هي WLS over 2، ما تنسوها. from any one way slab يعني هلأ في السلد، وحتى لما نوصل على الربد السلاب بالنهاية هي نفسها slab. load from one way slab to the any beam هي WLS over 2 20. طب خلينا نشوف كيف حددنا هذا الشريع. طلع انت هاي السلاب، هاي البانل اللي بتهمني لها بعدين، هذا الطول هذا ال وهذا الاس. ما هو البعد الاقصر؟ هو 4 متر. فقيمة اللود لكل متر طولي WLS over 2 20 في 4 على 2 قيمته 40 كيلو نيوتن لكل متر طولي. ما ننسى انه في عندنا اون ويت، فالتوتال لود اون ذس بيم حتكون 45. فرضا في سلاب اخرى في عندنا ايضا حمل اخر يتم اضافته على هذا اللود. خلينا نمثل هذا البيم. إذا نطلع على الرسمة، هذا البيم هو بيم 1 طوله 10 متر. كيف طوله؟ انتبهوا هذا الطول، وعادة معظم الديستانسز بتكون from center to center، from center of support to center of support. طوله 10 متر من center للcenter. هلأ السبورتس هم C1 C2 حتى نحددهم. فهذا كان total load on the beam 1 هي عبارة عن 40 plus 5 45 السبورت C1 and C2. نطلع طوله 10 متر. إما بنرسم الشير والمومنت ديجرام، أو فينا نحكي بشكل مباشر إنه الماكسيموم شير هي قيمة اللود on this beam التوتال لود في L على 2، والمومنت هو W التربيع على 8. هذا بالنسبة لإيجاد قيمة الشير والمومنت. واضح كيف أوجدناهم الشير والمومنت in the beam 1؟ المطلوب الثالث كان determine the maximum shear and maximum moment in beam 4. وبيم 4 هنا حسب الإكزامبل هو عبارة عن minor beam. This is one way slab، فهذا هو minor beam، ما بيحمل غير وزنه فقط. فلو بدنا نحلل نحن بيم 4، فبهاي الحالة بتكون في عنا هذا هو بيم 4 فقط بيحمل own weight. نفس الشيء رسمنا البيم، طول البيم from center to center 4 متر، C2 and C4 قيمة اللود 5 كيلو نيوتن بر متر رن. This is the maximum shear and the maximum moment. وطلعوا على الفرق انه مثلا هون الشير هو 10 كيلو نيوتن متر، سوري المومنت، بينما ببيم 1 هو عبارة عن 562. وهون الفرق انه كيف ممكن هذا البيم يختلف في تصميمه عن البيم الاخر. فهل كل البيمز بالبناء هم بيكونوا بنفس التسليح وبنفس الكروس سكشن؟ طبعا لا، انت حسب تحليلك او حسب ما بتحمل احمال اكيد حيكون تحليل مختلف. واضح شباب؟ طب انا راح اتوقف لهذا القدر. هلا المره القادمه ان شاء الله بدنا ناخذ التوتال اكسيال لود اون سي 4 حتى هون ان سوري اون سي 2. وطبعا هو باختصار حتكون إذا بدنا نحلل كتوتال أكسيال لود هو عبارة عن رياكشن from beam 1 ورياكشن إيش المطلوب C2. حتكون رياكشن from beam 1 وحتكون رياكشن from beam 4. بس كمان بدي أعطيكم طريقة بسيطة وطريقة سريعة إنه نحن ما بدنا نحلل beam 1 ما بدنا نحلل beam 4، وإنما بشكل مباشر بدنا نوجد التوتال أكسيال لود on this column. هذا إن شاء الله بنخطب بالمحاضرة القادمة. حتى بعد هيك نبلش بما يسمى two way slab، كيف حينطق للود، كيف حنحلل البيمز، وكيف حنوجد ايضا الشير والمومنت. اي سؤال عن محاضره اليوم؟ اذا لهذا السلايد رح نتوقف حتى نكمل بالمحاضره القادمه. اي سؤال؟ اذا ما في اي سؤال بدي انهي التسجيل.